فإن الحكايات التي تروى للصغار قبل الكبار أثناء سهرة عائلية تكون ممتعة، خاصة إذا كان الراوي ذي خبرة وموهبة في الأداء وشد انتباه المستمع. السينما كذلك فهي صناعة الفرجة، واكتسبت أدواتها بكل الفنون من ناحية المسرح والموسيقى والفرق التشكيلية والتكنولوجيا، وأصبحت الأفلام جزءا من حياتنا وتأخذنا في رحلة من الخيال. سواء كانت جادة أم هزلية أو أسطورية، فلها من السحر ما يجعلنا نذوب في عناصرها ونتقمص أحيانا الأدوار الرئيسية كانت لأبطالها. اليوم إليكم الأفلام الأكثر مشاهدة في العالم حتى الآن. أولا، هاري بوتر and Philosopher's Stone. القصة الأولى من سلسلة هاري بوتر للمؤلفة البريطانية جوان كاتلر رولينج، والتي تدور في مجمل أحداث حول السحر من خلال الساحر الصغير هاري بوتر في إطار طفولي إلى حد ما، ولكن من الممكن اعتبار السلسلة موجهة لجميع الفئات العمرية. صدرت الرواية لأول مرة في 30 من شهر يونيو عام 1997 في لندن، وحققت خلالها على المستوى العالمي نجاحا ساحقا، وتم عمل فيلم لها بنفس الاسم، إلا أنه صدر في الولايات المتحدة وباكستان والهند وسريلانكا تحت اسم هاري بوتر وحجر الساحر. شركة وارنر براذر اشترت حقوق عمل الفيلم عام 1999 مقابل نحو 1,000,000 جنيه استرليني. بدأ الإنتاج في المملكة المتحدة عام 2000 مع اختيار كريس كولومبوس كمخرج من بين قائمة تضم ستيفانيس بيبر وروب راينر، وأصرت المؤلفة على أن يكون الممثلين جميعهم بريطانيين أو إيرلنديين حفاظا على الثقافة للكتاب. وصدر الفيلم عام 2001 وأفاقت إيراداته 974 مليون دولار في صناديق التذاكر حول العالم. ثانيا، The Godfather، الأب الروحي. يعتبره صناع السينما وروادها مرجعا سينمائيا، وهو من أروع الأفلام التي تطرقت إلى العائلات الإيطالية الأمريكية الإجرامية. تجسدت بشخصيات عائلة دون فيتو، خصوصا شخصية مايك دون كارلينوتيه الذي أدى دوره ببراعة فائقة الممثل الشهير الباتشينو. وحسب المعهد الأمريكي للأفلام، فإن الفيلم The Godfather هو ثاني أعظم الأفلام على الإطلاق، وأخرجه المخرج الأسطورة فرانسيس فورد كوبولا، والموسيقى كانت من لاري كريك كوانتينا روتا. ثالثا، هوم ألون، وحيدا في المنزل. هو فيلم كوميدي من عام 1990. في الفيلم الممثل ماكولي كولكينا الذي يلعب دور كيفن ماركيستر، وهو ولد في 8 من عمره. ويحكي الفيلم قصة الصبي الذي يترك عن طريق الخطأ في المنزل في الوقت الذي تسافر فيه العائلة في رحلة إلى فرنسا لقضاء عطلة أعياد الميلاد. الإخراج كان لكريس كولومبوس، وبعد نجاح الفيلم ظهرت أجزاء أخرى إلى الفيلم. رابعا، The Lord of the Ring، سيد الخواتم. هي سلسلة أفلام ثلاثية أخرجها بيتر جاكسون بناء على رواية البريطاني جون رونالدو نولكين، وتم تصوير الأفلام الثلاثة في نيوزيلندا في فترات تقارب 18 شهرا متواصلة، ورشحت الأجزاء الثلاثة على 30 جائزة أوسكار وحصلت على 17 منها، وصور أكثر من 1828 كيلومتر من الفيلم الخام، وأنتج منه 48,000 سيف ودرع وفأس، وأكبر عدد من الخيول الحقيقية صورت في مشهد واحد وبلغت 250,000 حصان. مجموعة الأجزاء الثلاثة تبلغ 683 دقيقة، أي 11 ساعة و27 دقيقة. حصدت خلالها الأجزاء الثلاثة 2,917,506,956 دولار بعد إنفاق 281 مليون دولار فقط. خامسا، إيتي، الكائن الفضائي. فيلم للمخرج الكبير ستيفن سبيلبرغ، وهو فيلم خيال علمي أمريكي أنتج عام 1982 من إنتاج المخرج نفسه وكتابة ميليسا ماثيسون. وتحكي قصة الفيلم، هو صبي اسمه إيليوت يصادف مخلوقا فضائي ودود بعد أن ظل سبيله إلى كوكب الأرض، وحاول إيليوت مساعدته في العودة إلى كوكبه الأم بدون أن تعرف أمه أو الحكومة بأمره. إيتي هو اسم المخلوق الفضائي، وحقق نجاحا كبيرا وشعبية كبيرة جدا، حيث تجاوزت إيرادات الفيلم حرب النجوم، وبقي أعلى الأفلام إيرادات لمدة 10 سنوات متتالية،